مشاهدينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من القاهرة. لقاؤنا اليوم في هذه الحلقة سيركز في موقفي الحواري أو في وقفاتي الحوارية على موضوعين رئيسيين. أولهما رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير مبادرة حياة كريمة، وكيف كانت هذه المبادرة داعمة لعدد كبير من المواطنين، وخاصة في ضوء تطوراتها الأخيرة بتوزيع أكثر من 1,000,000 كرتونة التي تشمل عددا كبيرا من السلع على نحو 1,000,000 أسرة ومستفيد ومواطن في مصر، تدعيما للمواطنين محدودي الدخل. موضوعنا الثاني سيركز في هذه الحلقة على آخر التطورات بالنسبة للقضية الفلسطينية، القضية الأولى بالنسبة للعرب جميعا، وكذلك تطورات الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على عدد من مدن الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء، وكذلك توالي الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى. إلى أي مدى لهذه التطورات الميدانية يمكن أن يكون هناك تأثير بالنسبة للوضع الأمني والموقف العام بالنسبة للمنطقة؟ لكن نبدأ هذه الحلقة بقراءة ورؤية لعدد من الأخبار والتطورات على الصعيد المحلي والدولي. الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ووزير الإسكان والمرافق عاصم الجزار. في هذا الاجتماع اطلع الرئيس السيسي على تطورات العمل في سد جوليوس نيريري في تنزانيا لتوليد الكهرباء، كما تناول الاجتماع تطورات الأعمال في عدد من المدن الجديدة ومنها العاصمة الإدارية والعالمين الجديدة، وكذلك التطورات في مشروعات تطوير القاهرة التاريخية، إضافة إلى مستجدات الأعمال في مشروع التجلي الأعظم في سانت كاترين في سيناء. نتابع تفاصيل هذا الموضوع في هذا التقرير. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات سير العمل في سد جوليوس نيريري لتوليد الطاقة الكهرومائية في تنزانيا الذي ينفذه تحالف شركتي المقاولون العرب والسويدي إلكتريك بإشراف الحكومة المصرية، ويعد أضخم مشروع تنموي يتم تنفيذه على مستوى تنزانيا، حيث يساهم في توليد ضعف حجم الطاقة المتوفرة حاليا في البلاد، ومن ثم يمثل نموذجا يحتذى به في التعاون المثمر الذي تحرص عليه مصر مع أشقائها الأفارقة نحو البناء والتعمير لصالح جميع الشعوب الإفريقية. كما شهد الاجتماع تناول موقف الأعمال الجارية في عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العالمين الجديدة، بالإضافة إلى متابعة المشروعات المتعددة لتطوير منطقة القاهرة التاريخية، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق التكامل المستمر بين التحديث والتنمية في كافة ربوع الوطن، جنبا إلى جنب مع استعادة الوجه الحضاري اللائق للقاهرة وصون الطابع الخاص لجميع المواقع ذات القيمة التاريخية على مستوى الجمهورية. كما اطلع كذلك على مستجدات العمل في مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين في سيناء، حيث وجه سيادته في هذا الشأن بالاهتمام بكافة التفاصيل الخاصة بالمشروع، بحيث تصبح تلك البقعة المتفردة مقصدا عالميا للزائرين من شتى أنحاء الأرض، وذلك من خلال مواصلة تنفيذ ذلك المشروع المتكامل الذي يراعي معايير الاستدامة البيئية العالمية ويحافظ على التراث المعماري ويعلي من القيمة الروحية للمنطقة كملتقى للأديان وأرض للسلام. أعلنت مبادرة حياة كريمة تسليم 1,000,000 كرتونة من المواد الغذائية لنحو 1,000,000 أسرة ومنزل. يأتي ذلك في إطار تحركات المبادرة المستمرة لتخفيف الأعباء عن البسطاء والأسر الأولى بالرعاية، ضمن فعاليات مبادرة كتف في كتف التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي باستاد القاهرة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتويجا لجهود المتطوعين في المبادرة، بالإضافة لمبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي.
دشن وزير الصحة والسكان دكتور خالد عبد الغفار المبادرة الرئاسية للمقبلين على الزواج، وذلك في مركز تحكم والسيطرة على الأمراض. نتابع تفاصيل في هذا التقرير. في إطار العمل على توفير خدمات علاجية ووقائية للمواطن المصري، وخلال مؤتمر صحفي تم التدشين الرسمي لمبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج. تابع جولة تفقدية لوزير الصحة والسكان بمعامل المركز المصري للتحكم والسيطرة على الأمراض، وذلك للوقوف على الخدمات والأبحاث التي تتم خلال تلك المعامل والتي ستحدث طفرة نوعية في الاكتشاف المبكر للأمراض. 12 فحص بيتم للمقبلين على الزواج، الحقيقة كان لازم يكون فيه معامل مجهزة وأماكن على أرقى مستوى من التقنيات الحديثة حتى تستطيع أنها تؤدي هذا الدور الكبير. 100,000 أو 105,000 عينة لحد دلوقتي تم إجراء من 26 فبراير لحد النهاردة. بنقدر أن احنا سلمنا حوالي 80,000 وثيقة مؤمنة من مركز الوثائق المؤمنة، وأيضا قدرنا أن احنا نحقق فترات والنقل عن طريق البرامج المميكنة. بنقدر نكتشف بشكل مبكر بعض الأمراض اللي ممكن ان احنا نوجه فيها الأزواج إلى العلاج على نفقة الدولة من خلال 100 مليون صحة. ده معامل اللي احنا شفناها النهاردة من أرقى وأحدث معامل على مستوى العالم، مش بس في فحص المقبلين على الزواج، ولكن احنا بنعمل فيها فحص حديث الولادة. إن شاء الله هتبقى أيضا بتشتغل معانا في مبادرة الكشف المبكر على الأورام، أورام الرئة وأورام أو سرطان الرئة وسرطان القولون وسرطان عنق الرحم والبروستاتا. كما قام وزير الصحة بتفقد معامل تحاليل المقبلين على الزواج والتي تعمل وفقا لأحدث المستجدات والتكنولوجيا العالمية في سرعة ودقة التحاليل المعملية للاكتشاف المبكر للعديد من أمراض الدم والأمراض الوراثية. تحاليل وراثية عبارة عن تحليل فصل الهيموجلوبين عشان خاطر نكتشف المصابين بأنيميا البحر الأبيض المتوسط وأنيميا ومرض خلايا الدم، فقر خلايا الدم المنجلية. كذلك حزمة بالكشف عن الأمراض المعدية زي فيروس بي وسي وفيروس نقص المناعة البشري المكتسب الإيدز، بالإضافة إلى الكشف عن أمراض غير السارية زي السكر والضغط والسمنة، وتحاليل أخرى بنضيفها زي فصيلة الدم ومعامل ار اتش وهيموجلوبين. كل حزمة الخدمات اللي حضراتكم شايفينها دي الهدف منها في الآخر إن احنا نوصل بجيل مقبل على الزواج ويكون خالي من الأمراض. إذا كان عندك هذه الأمراض سواء غير سارية أو معملية أو حتى اكتشفنا أن عنده فيروس سي أو بي أو اتش اي في أو خلاف من ذلك، هذا لا يؤثر على مشروع الزواج، لأن هو بنقول له إحنا بنخطره بنساعده في العلاج وله اتخاذ القرار في النهاية، وبالتالي أنا بستثمر في العامل البشري وبضمن جيل من الأب والأم بنقذه بكتشفه في مرحلة مبكرة من المرض إن وجد. بافتتاح معامل مركز التحكم والسيطرة على الأمراض ستكون هناك طفرة نوعية في اكتشاف العديد من الأمراض السارية وغير السارية التي ستعمل على توفير بيئة صحية آمنة للمواطن المصري. محمد حلمي، النيل. إلى آخر التطورات بالنسبة للقضية الفلسطينية، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم إجراءاتها العسكرية في محيط مدينة طوباس لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد إطلاق نار أسفر عن مصرع 3 مستوطنات إسرائيليات أمس في الأغوار الشمالية. كذلك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة شابين برصاص الاحتلال في بلدة برقين بجنوب غرب مدينة جنين. مع تواصل التصعيد الإسرائيلي في المنطقة، أعلنت السلطات الفلسطينية إصابة شابين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة برقين جنوب غربي مدينة جنين، بينما أصيب عدد آخر بحالات اختناق خلال مواجهات في قرية طورة جنوب غربي جنين إلى الشمال من نابلس. يأتي ذلك بينما شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي من إجراءاتها العسكرية في محيط محافظة طوباس، وذلك بعد إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل 3 مستوطنات إسرائيليات في الأغوار الشمالية. كما عززت إسرائيل إجراءات التفتيش على حاجزي تياسير والحمرة وأوقفت مركبات المواطنين المتجهة إلى الأغوار وفتشتها، ما خلق أزمة مرورية خانقة على الحاجزين. وفي تل أبيب أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن سيارة دهست مجموعة من الأشخاص، ما أسفر عن مقتل سائح إيطالي وإصابة عدد من السياح بعد ساعات من مقتل المستوطنات. وذكرت الشرطة الإسرائيلية أن واحدا من أفرادها كانوا قرب الموقع وأطلقوا النار على السائق في مدينة كفر قاسم العربية في وسط إسرائيل.
وجاءت الهجمات بعد ليلة من الضربات عبر الحدود في غزة ولبنان في أعقاب مداهمات الشرطة الإسرائيلية العنيفة للمسجد الأقصى المبارك قبل أيام. وفي تصعيد واضح توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمزيد من المواجهة، ودعا إلى تعبئة جميع الوحدات الاحتياطية لشرطة الحدود وحشد قوات إضافية. هذا وقد جدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه رفض المنظمة وإدانتها الشديدة لجميع سياسات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته التي تستهدف طمس هوية القدس الشريف، مؤكدا أنها جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة وعاصمة دولة فلسطين، وأن المسجد الأقصى بكامل مساحته هو مكان عبادة للمسلمين فقط. وفي اجتماع استثنائي للأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، حذر الأمين العام من أي محاولة تغيير تطول الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ستكون لها تبعاتها لا سيما في منطقة المسجد الأقصى المبارك. كذلك في التطورات، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق والمتزايد إزاء التصعيد الخطير للعنف في الأيام الماضية في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل ولبنان. جاء ذلك في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن التصعيد في أعمال العنف يأتي بعد أيام من التوتر والاشتباكات، بما في ذلك تدخل قوات الاحتلال واستخدام القوة من قبل الشرطة الإسرائيلية داخل ساحات الأقصى. وأدان الاتحاد الأوروبي أحداث العنف التي وقعت في الأماكن المقدسة لافتا إلى أهمية الحفاظ على الوضع الراهن لجميع الأماكن المقدسة في مدينة القدس، ومنددا بالهجمات على إسرائيل من غزة ولبنان، داعيا إلى وضع حد فوري لأعمال العنف الجارية. نخرج من التطورات الفلسطينية الإسرائيلية إلى خبر آخر. هنأ دكتور أحمد الطيب فضيلة شيخ الأزهر الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى غزوة بدر الكبرى التي تحل ذكراها في 17 من رمضان المبارك من كل عام. يذكر الأزهر الشريف بأن غزوة بدر كانت حدثا تاريخيا فارقا فرق الله عز وجل به بين الحق والباطل، ومكن به للمسلمين ونصرهم على المشركين في هذه الغزوة الحاسمة رغم قلة عددهم وعتادهم وعدتهم، فكان نصر الله عز وجل حليفا لمن آمن به ونصره وصبر في شهر رمضان المبارك، شهر الفتوحات والانتصارات والخيرات. للحديث بشكل أكثر تفصيلا عن ذكرى غزوة بدر ينضم إلينا دكتور أحمد العشماوي، واحد من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور أحمد، وكل عام وأنتم بخير. أهلا وسهلا بكم وكل عام والأمة الإسلامية. أهلا وسهلا. بالحديث عن غزوة بدر، يعني ما هي غزوة بدر وما هي الظروف التي كانت محيطة بها إبان وقوع هذا الحدث المهم؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، في الحقيقة الإنسان بطبيعة الحال لا يجنح إلى الشوكة أو إلى الجراحات أو إلى المعارك أو إلى العنف، فالإنسان بطبيعته مسالم، لكن قضت الحكمة الإلهية أن يكون للحق قوة تحميل. نعم. فالحق بدون قوة حق هزيل ضعيف، وهذه سنة الحياة وهذه سنة الكون، والله سبحانه وتعالى أخذ العهد على نفسه فقال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وبالتالي غزوة بدر لم تكن مجهزة لها، فهي الأمر كان عبارة عن خروج لملاقاة عير لأبي سفيان لقريش، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذها للمسلمين عوضا لهم عما أخذ منهم من ديارهم وأموالهم في مكة، فلم يكن الأمر معدا لقتال ولا مجهزا له أبدا، بدليل أنهم ما كانش معاهم إلا فرسين
و70 جمل يتعاقبون عليه، والعدد كان بسيط جدا ولم يكن معهم سلاح ولا عتاد ولا اي شيء، يعني كل واحد اما بسيفه او بشيء من معه، لم يكن الامر فيه جاهزيه. لكن اراد الله سبحانه وتعالى ان يعطي درسا للمسلمين في كل زمان ومكان، ان الجيش الاسلامي اذا كان معتمدا على الله سبحانه وتعالى فلا يخشى بأسا ولا رهقا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسبب الأسباب ويقدر المقادير، ولله جنود في كل شيء، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فأراد الله سبحانه وتعالى أن تكون غزوة بدر عبارة عن درس للمسلمين في كل زمان ومكان، لإثبات أن عدد المشركين وعتادهم في كل مكان وزمان أكثر بكثير من عدد قوة الحق وعزتهم، وبالتالي كان لأهل بدر في هذا المشهد العظيم شهادة من الله سبحانه وتعالى. قال فيها صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. ومن أهمية هذه الغزوة أيضا أنها وقعت في الفترة الأولى من عمر رسالة الإسلام، يعني هي وقعت في العام الثاني للهجرة. كذلك من قوة أهميتها ومكانتها أنها ذكرت في القرآن الكريم. نعم، في الحقيقة يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. غزوة بدر هي الغزوة الأولى أو هي اللقاء الأول بين دولة الحق ودولة الباطل. غزوة بدر كانت اللقاء الأول بين الإسلام والكفر، وبالتالي كانت لهذه الغزوة يعني دلالتها وكان لها اعتباراتها. فلو انهزم المسلمون في هذا اللقاء الأول لكان الأمر سيئا للغاية فيما بعد، لكن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن تكون الحرب في غزوة بدر حربا مفاجئة، بحيث يثبت للمسلمين في كل زمان ومكان أن القلة القليلة قادرة على أن تغلب الكثرة الكثيرة بإذن الله. وفي القرآن الكريم: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وإذ نصركم الله ببدر. نعم، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ولذلك عقيد هذه الغزوة حينما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود في المدينة وقال لهم: أسلموا فإني أخشى عليكم أن يصيبكم مثل ما أصاب المشركين يوم بدر. فقالوا له: يا محمد، لا يغرنك أنك لقيت قوما أغمارا، أي ثقالا في أوزانهم، لا صلة لهم بفنون الحرب، والله لو لقيتنا لوجدتنا أننا نحن رجال. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ومن هنا كانت جنود الله كثيرة، ومن هذه الجنود العين نفسها، وكذلك المنام: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر. نعم. طيب دكتور أحمد، لو سمحت لي، يعني كيف قدمت هذه الغزوة المهمة دروسا للمسلمين إبان وقوعها، وكيف أثرت في مسيرة ورسالة الإسلام الحنيف فيما بعد وقوعها؟ نعم، هذه الغزوة كان لها أهمية مكان، لأن الله سبحانه وتعالى فرضها على المسلمين فرضا واقعيا، وقال الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سعادتك، حينما ننظر إلى الصراع بين الحق والباطل نجد أن الحق دائما على قلة والباطل على كثرة. حينما
يعني يترك الباطل على علته وعلى حبله وغاربه، يحدث فساد في الكون. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى قضية القتال هي عبارة عن رد لقوى الشر، وبالتالي يحدث التدافع الذي يحدث من خلال عمارة الكون لا خراب الكون. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. بالتالي القتال هو خير وسيلة لقضية ربع قوى الشر، لأن قوى الشر لا تعرف إلا ذلك. فمن هنا كانت غزوة بدر هي المستهل الأول الذي له أثره الحسن في نفوس المسلمين. وكانت غزوة فارقة بين الحق والباطل. سماها الله سبحانه وتعالى يوم الفرقان. وما أنزل عليكم يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والغضب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. شكرا جزيلا لحضرتك على كل هذه الإيضاحات، الدكتور أحمد العشماوي، واحد من علماء الأزهر الأجلة، شكرا جزيلا لك. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما نشر بشأن إغلاق مدرسة كلية النصر للبنات في الإسكندرية وتسريح طلابها بعد تعرضها لأزمة مالية. من جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم انتظام سير العملية الدراسية بالمدرسة بشكل طبيعي مع انتظام حضور المعلمين والطلاب بدون أي معوقات، مشيرة إلى أن المدرسة تقع تحت مظلة الجمعية العامة للمعاهد القومية التي تتولى إدارة الالتزامات المالية وسداد أي عجز قد يحدث في الموارد المالية بالمدارس التابعة لها. أكد محمد معيط وزير المالية أن 14 من مايو هو آخر موعد للاستفادة والتسجيل بمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين في الخارج وسداد قيمة الوديعة المقررة وفقا للقانون. وشدد الوزير على أنه لا توجد نية لمد فترة العمل بقانون تيسير استيراد السيارات مرة أخرى، حيث تم الانتهاء من الإفراج عن 600 سيارة مستوردة للمصريين في الخارج. وبلغ إجمالي قيمة أوامر الدفع المحولة من المواطنين بالخارج حتى الآن 385 مليون دولار، بينما تلقى 3000 طلب استيراد يوميا بعد العمل بالتيسيرات الجديدة وفقا للتشريعات الأخيرة والتعديلات التشريعية. تتواصل فعاليات الليالي الرمضانية في دار الأوبرا المصرية، وفي ضوء استضافة الأوبرا للحفلات العربية والإسلامية خلال الشهر الفضيل انطلقت منذ قليل سهرة رمضانية تحمل التراث الفلسطيني وتقدمه بالعديد من الفنون. للمزيد من المتابعة تنضم إلينا على الهواء مباشرة مفادة النيل إلى دار الأوبرا الزميلة أمل صبري. أهلا وسهلا بك أمل، ما هي التفاصيل لديك وما هي أهم الفعاليات؟ التحية لك ولكل مشاهدي قناة النيل للأخبار. بتتواصل الفعاليات الليالي الرمضانية والسهرات الرمضانية اللي بتقدمها دار الأوبرا المصرية لجمهورها المتميز. ولما بقول جمهورها المتميز ده لأن من يختار أن يقضي ليلة أو سهرة رمضانية داخل دار الأوبرا المصرية فهو يبحث عن لون معين من ألوان الفنون، وهي الفنون الراقية التي تسمو بالمشاعر والوجدان. أتحدث إليكم الآن من داخل المسرح الصغير، حيث انطلقت ليلة رمضانية عربية فلسطينية قدمتها فرقة كورال عباد الشمس الفلسطينية، قدمت خلالها باقة متنوعة من التراث الفلسطيني والدبكة وغيرها من ألوان التراث والفنون الفلسطينية. بتأتي هذه الفعالية أو الحفلة الفلسطينية في إطار حرص دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر على استضافة العديد من الحفلات العربية والإسلامية خلال الشهر الفضيل لتبادل الثقافات والتعرف على الفنون والثقافات المختلفة للشعوب العربية والإسلامية خاصة خلال شهر رمضان الفضيل. طبعا دي مش الحفلة الوحيدة اللي بتستضيفها دار الأوبرا، يمكن أمس كان هناك فعالية لفرقة باكستان، غدا هناك فعالية أخرى لفرقة السودان، وده طبعا بالتعاون مع السفارة السودانية لدى القاهرة، وغيرها من الحفلات العربية والإسلامية التي تستضيفها دار الأوبرا المصرية على مدار
الشهر الفضيل. هناك ألوان أخرى من الفنون بتحرص على تقديمها دار الأوبرا المصرية، يمكن الآن ونحن نتحدث بتنطلق على خشبة المسرح الكبير ليلة رمضانية لبنانية للمغنية عبير نعمة، ودي أول مرة بتقدم المغنية فنها داخل مصر، وده طبعا نجاح للأوبرا المصرية بأنها تستطيع تستضيف أكبر النجوم داخل الوطن العربي للتعرف على مختلف ألوان الفنون. غدا سيكون هناك كما ذكرت حفل للسفارة السودانية لدى القاهرة، ستنطلق هنا بالمسرح الصغير. المسرح الكبير سيستقبل غدا أيضا فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي، واللي هتقدم باقة متنوعة من الروحانيات والأناشيد الدينية والمديح للرسول عليه الصلاة والسلام. أيضا فرقة أو أوبرا إسكندرية وتحديدا مسرح سيد درويش سينطلق عليه ليلة أخرى رمضانية هيقدمها النجم الكبير علي الحجار، واللي قدم هنا أيضا منذ يومين تقريبا حفل ضخم تلألأ خلاله بباقة من أروع الأغنيات اللي أعادت للأذهان زمن الفن الجميل. وماذا عن حجم حضور الجماهير للحفلات اللي بتقدمها دار الأوبرا المصرية خلال شهر رمضان المبارك والسهرات الرمضانية اللي بتقدمها لجمهورها؟ لكن هذه السهرات مستمرة على مدار شهر رمضان الكريم حتى تسعد دار الأوبرا المصرية جمهورها، ولتبقى دائما دار الأوبرا المصرية منارة الفن والثقافة في مصر والعالم العربي. شكرا جزيلا لك أمل صبري، كنت معنا من دار الأوبرا المصرية في القاهرة. إلى فعاليات من نوع آخر مواكبة لشهر رمضان المبارك، الفعاليات الثقافية تستمر. يواصل معرض فيصل للكتاب في دورته 11 فعالياته في رمضان بمشاركة أكثر من 30 ناشرا يقدمون إصداراتهم القديمة والحديثة بأسعار مخفضة وتلقى إقبالا جماهيريا واضحا. نتابع التفاصيل في هذا التقرير. عروض يومية للأطفال ورسوم متحركة على هامش فعاليات معرض فيصل الرمضاني للكتاب في دورته 11 بمشاركة أكثر من 30 ناشرا يواصلون عرض إصداراتهم الحديثة والقديمة بأسعار مخفضة. احنا طبعا فريق كامل متكامل تابع لقطاع الفنون الشعبية والاستعراضية السلك القومي، بنيجي كل يوم المعرض بنقدم عروض للناس المتواجدة معانا فور فري، ما يقل عن 7 فقرات او 8 فقرات يوميا بيتعرضوا من الساعه 8:30 لحد ما تخلص مده العروض. يعني هي فقرات من كروبات السيرك والساحر وحاجات دي اللي حسب ترفيهات للمكان، بس مكان المعرض وبتقوم وزاره الثقافه بتبعتنا للمكان ده بنقضي فيه العروض دي. يعني اقبال كبير من الجمهور داخل المعرض والذي يشمل اجنحه الادب والفكر والتاريخ والثقافه الشعبيه والتراث. انا النهارده كنت بدي ندوه او ورشه حكي عن العاشر من رمضان وانتصارات اكتوبر، واطفال معانا تفاعلوا الحمد لله وعندهم كان معلومات حلوه وقيمه عن الحرب وعن كل الحاجات اللي كانت موجوده في الحرب وساعه الحرب اللي ابتدت وليه. بندعو كل شباب المجتمع ان هم يحضروا هذا اللقاء، لان اولا مش بس معرض ولكنه فيه يعني حفلات ثقافيه للاطفال والسيرك وحاجات جميله جدا، وبالتالي انا بعتبر القراءه ما زالت وستظل موجودة القراءة الورقية. برنامج حافل من الأنشطة للطفل بينظمه المركز القومي لثقافة الطفل، وأيضا مشاركة من كل قطاعات الوزارة في المعرض بأجنحة في معرض الكتاب بفيصل، ضمن القطاعات الهيئة العامة لأصول الثقافة، الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، المجلس الأعلى للثقافة، المركز القومي لثقافة الطفل، المركز القومي للترجمة، أكاديمية الفنون. معرض فيصل الرمضاني للكتاب يستمر حتى 12 من إبريل ويستقبل زواره يوميا، إلى جانب تنظيم ورش عمل وندوات فكرية لكبار الكتاب. استطاع معرض فيصل الرمضاني للكتاب أن يحقق رواجا ثقافيا خلال شهر رمضان وتشجيع الجمهور على اقتناء الكتب والتي تشبع رغباتهم الثقافية، وهو ما تسعى إليه وزارة الثقافة من أجل نشر المعرفة والتنوير بين المواطنين. من داخل معرض فيصل للكتاب، أحمد ممدوح، أني. أما حي المطرية وهو واحد من أبرز وأهم أحياء القاهرة والذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة لأنه شهد مجموعة من الموائد الرمضانية الكبيرة، موائد الإفطار التي تميز الشهر الفضيل،
في مصر، فنتابعه في التقرير التالي، حيث دائما منتصف شهر رمضان هو موعد ثابت لمدة 9 سنوات متتالية تقريبا لتجمع أهالي منطقة عزبة حمادة في حي المطرية لهذا الحفل السنوي للإفطار. البداية كانت فكرة بسيطة لتجميع أهالي الحي والمنطقة على مائدة إفطار واحدة تجمعهم. بالأمس تحول الأمر إلى تقليد سنوي ينتظره الجميع ليشاهدوا دائما صورة من صور التكافل والتضامن الاجتماعي التي تؤكدها دائما مصر في شهر رمضان. نتابع التفاصيل مع الزميل عبد الحميد صقر. قد لا تكون أكبر مائدة للإفطار الجماعي في مصر، لكنها ترصد 9 سنوات تقام فيها تلك المائدة في منتصف شهر رمضان المبارك من كل عام بالجهود الذاتية. لنبدأ الحكاية من عزبة حمادة بميدان المطرية بالقاهرة. مبسوط جدا النهاردة، دي أول مرة أكل فطار مع ناس كتير كده. رمضان في المطرية حاجة تانية، جميل جدا جدا. دي مجموعة شباب المنطقة، والمجموعة دي هي احنا يعني فرحانين بيهم ان هم بيدوا رسالة، بيدوا رسالة على مستوى الجمهورية، على جمهورية مصر، على مستوى جمهورية مصر العربية، ان الناس تشوف ان الشباب تقدر تعمل ايه، تقدر تغير بسرعة وقدر تعمل ايه. الناس كتير جاية، بص الناس داخلة بحب، احتواء، ألفة، محبة ما بين اهالي المطرة وبعضيها. كانت فكرة بين اصدقاء كبرت سنة عن سنة، الحلم كبر فيها ولدت، جابت أصدقاء 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 لحد ما احنا شفت المشهد العظيم ده متكرر على مدار 9 سنوات. أكثر من 3000 صائم على مائدة إفطار واحدة تجمع جميع الفئات من المجتمع. يشترك في تجهيز هذا الإفطار 10 شباب والسيدات من سكان الحي. بعد 11 سنة دخل معنا الموضوع النهاردة، اتسع علينا طبعا بخلاف سنتين بتوع كورونا. احنا النهاردة بنعمل أكتر من 3000 وجبة، يعني 3000 وجبة رئيسية محطوطة على الترابيزات. العدد اللي موجود عند حضرتك ده أكتر من كده بكتير، بس احنا التشغيل بتاعنا النهاردة على 160 كيلو رز، 350 كيلو شيش طاووق. جزء ذاتية مننا احنا كل شباب بعضينا يوم بنفرح فيه. اليوم ده هو احنا من السنة أصلا بنفرح فيه، احنا مش محتاجين مساعدة من حد ولا أي حاجة. احنا مجموعة بنلم من بعضنا عشان نفرح الناس ونفرح أهالينا ونفرح كلنا، نفطر مع بعضينا، اللي مسافر واللي لسه جاي فكله بيشوف بعضه. الناس بقالها كتير ما شافتش بعضيها. احنا حضرتك بنبدا من السنه للسنه، يعني احنا النهارده اليوم هيخلص هنبدا بالسنه الجديده، بس هو القصه اللي هي فرحه وكلنا بنقف جنب بعض، غني وفقير كلنا واحد، ومسلم ومسيحي كله بيساهم مع بعض وكله بيقف مع بعض وكله بينزل وكل واحد بيعمل حاجه. انا اصلا من حلوان وباجي كل سنه هنا مع نصايبي بعمل العزومه، والحمد لله ربنا كرمني ان انا كنت مسافر وجيت مخصوص عشان احضر العزومه واحضر الفطار. صوره جميله يرسمها شباب وسيدات عزبه حماده بحي المطريه على لم الشمل والعائله المصريه على مائده افطار واحده تقام منتصف الشهر الكريم. لتظل الحكايه بقيه نحكيها كل عام، حكايه اكبر مائده رمضانيه في مصر. كل عام وحضراتكم بخير. عبد الحميد صقر، النيل.